مشاهدينا الكرام تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أضواء سهيل. ميروسكوب مدرب جديد للمنتخب اليمني لكرة القدم. عتق غسيل الكلى عمل خيري يحتاج إلى الدعم. والأمراض في إقبال. شهر سعد مستنقعة المجاري تحاصر المواطنين. الطفلة سميرة المصائب لا تأتي فرادى. داخل البيت أكثر من 12 نفس. السياحة في حجة ألق في قبضة العسكر. بعدان عناصر مسلحة تقطع مياه الشرب على السكان. سقطرى 12 عاما لا تكفي لبناء مستشفى 22 من مايو. ريمة فيروز والثلية مدرستان آئلتان للسقوط على رؤوس الطلاب. تخوفون من سقوط السقف. أضواء سهيل تتابعونه في الأوقات التالية.